وفي ذات السياق أجرى سيادة المطران خريستوفوروس مطران عمان للروم الأرثوذكس لقاء روحيا مع أبناء الرعية في كاتدرائية البشارة العبدلي بعنوان نكهات روحية، حيث تطرق خلال اللقاء إلى أهمية الأمور التي تمس حياة الأسر المسيحية في مواجهتها لمتغيرات عصر العلمنة وما يترتب عليها من غزو فكري لأبنائنا الروحيين، حيث وضح دور كل من الأسرة والكنيسة في التربية، كما شدد على أهمية الحفاظ على الهوية الأرثوذكسية في الشرق وخصوصاً في الأردن وفلسطين. كثير مرات تجينا مصطلحات بثوب الحملان وهي ذئاب، يعني بتجينا مصطلحات مثل التحضر، مثل العصرنة، مثل العصر الجديد نيو إيج، مثل كل هاي الأمور اللي عمالها بتعطي طابع المودرنزم، التحدث، الحداثة اللي عمالها بتدغدغ عواطف، مشاعر، أفكار، قلوب أبنائنا وعمالها بتجذبها. هاي مش هي حقيقة، يعني هاي مش لازم تأخذ من عنا رأسا نحن نكون سارعين في إعطاء أختام، نحط أختام على الأشياء ونحكي هذا إشي واو حديث لازم نمشي فيه ولازم بالتالي نحن نأخده ولازم نتبناه ولازم نمشي بموجبه. لا، لازم نكون أكثر حارسين، لازم نكون أكثر مش مندفعين إنه منا نمشي في طيارات مجتمعاتنا اللي هي بدها تعطي علينا هاي الصبغة أو بدها تخلينا إنه نحن نتقدم، في حين في الحقيقة نحن ما منتقدم، نحن منرجع لورا. حضورك للقداس بثبت هويتك أنت، إنك أنت شخص، بيخلي ابنك يشوفك إنك أنت عندك كيان، عندك انتماء، عندك مبدأ، عندك قاعدة، عندك مرجع. بتعرف مجرد دخولك للكنيسة أنت، لما تيجي للكنيسة أنت بتعطي لابنك رسالة داخلية في أعماق أعماقه إنه يعرف إنه أبوه وأمه بيحملوا حضارة، بيحملوا قيم، بيحملوا ثقافة، بيحملوا كتير أشياء غير النعم الإلهية رح تجيهم بعدين. ولكن مجرد إنك أنت بتروح على الكنيسة بتحضر القداس الإلهي، بتتناول، بتعترف عند الأب الروحي، هاد جزء من هويتك. زي ما بتحكي لابنك عن القديس تبع اليوم، زي إما أنا بعرف قديش الأمور صعبة وبعرف إنه هاد ضمن المخطط إنه الأمور تكون صعبة، عشان هيك حكيت لكم عن المثل اللي أنا بعيشه كمطران اللي حكيت لكم بجمع ثلاثة وشو بصير، بعرف، بس منا نحاول، منا نضل، منا نيأس، منا نستسلم.